أزمة خدمية تعيشها مدينة الصدر في بغداد بسبب تردي الخدمات فيها نتيجة الإهمال الحكومي لها، ما تسبب بأزمة إنسانية ومعيشية لسكانها. هذا الشارع بالنسبة إليه معدوم الخدمات نهائيا، وشوف هاي السوق فوق كله فارغ السوق، وهاي مزيد من العريبة واللي جاي من فيه، لا عندك مريض تقدر تطلع بيه، لا هاي، والبياع اللي هنا ثلاثة أرباحهم مو من هالقطاعات، من العبيدي، من شهداء، من حي طارق، وتشوف نحن يعني متأذين أذية كاملة. باع الشارع، هذا شارع، هذا باع المجاري، شارع مسدودة، صار شهر مسدودة، يجونا عمال مال بلدية عشان يعني شنو يشيل العلاقتين ويروح، يروح بعد ما يرجع، غير دوامات من الخمسة للسبعة ما ادري ايش قد، يجي نص ساعة ويروح. لا تبليط، لا خدمات، كل شيء ما بيه. اجا المرشحين هسه شغلاتهم صارت يم الشعب، قاموا يجونا جابونا بلدية بالليل ينظفون والصبح ينظفون، تخلص انتخاباتهم يصعدون بعد لا يوصلون هنا ولا يجون. سكان مدينة الصدر أكدوا أن شوارع مدينتهم تحولت إلى مكبات للنفايات، الأمر الذي أثر على الحياة اليومية والمعيشية لهم ولعائلاتهم نتيجة إهمال المسؤولين والحكومة الحالية لواحدة من أكثر مناطق بغداد فقراً وبطالة. مجاري ماكو، الزبالة مكومة، خدمات ماكو، الجوع كاتلنا، رواتب ماكو، والشارع تبيع الواحد، ما احنا قاعدين هاي عيشتنا، كل خدمات ما عندنا. هذا شارع الداخل، احنا نسمي شارع الداخل، كل خدمات ما عندنا، وكذب اللي يقول لك اكو خدمات اكو هاي العالم على عيشته، يوميا مهددين، يوميا مهددين هاي الدولة الخايسة نسميها. أزمة انهيار الخدمات في مدينة الصدر في بغداد انعكاس للانهيار الخدمي في بقية محافظات العراق، أزمة تسبب بها فساد الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن، على الرغم من الموازنات الضخمة للبلاد التي تذهب جلها بحسب مختصين إلى جيوب السياسيين الفاسدين وزعماء الأحزاب والميليشيات.